على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد أحبتي في الله، فقد قال الله جل جلاله في سورة الزمر: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. يخبر جل جلاله أنه خلقنا على اختلاف أجناسنا وأصنافنا وألسنتنا وألواننا من نفس واحدة، نفس آدم عليه السلام، وجعل منها زوجها حواء عليها السلام، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. أنزل، ما معنى أنزل؟ الأنعام نزلت من السماء كما نزل المطر من السماء. ما حقيقة الإنزال الوارد في هذه الآية الكريمة؟ لأهل التفسير في ذلك أقوال. القول الأول: تفسير الإنزال بالخلق أن الله جل وعلا خلق لنا من ظهور الأنعام ثمانية أزواج، وهي المشار إليها في قول الله تعالى في سورة الأنعام: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وفي الآية التي بعدها: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. تفسير آخر: الإنزال بمعنى القضاء والتقدير، أنه قد نزل الأمر بها من السماء، فالله جل وعلا خلقها وأنزل من السماء قضاءه الآمر بخلقها جل جلاله. وقد جمع بعض أهل التفسير بين هذين القولين. الرازي رحمه الله يقول: الإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه، فهو، وهذا لمفسر آخر، فهو مجاز عن القضاء والقسمة، فإن الله تعالى إذا قضى وقسم أثبت ذلك في اللوح المحفوظ، ونزلت به الملائكة الموكلة بإظهاره. الشيخ السعدي رحمه الله جمع بين القولين فقال: أي خلقها بقدر نازل منه رحمة بكم جل جلاله. والأصل إني أن كلمة أنزل تعني أن يهبط الشيء من أعلى إلى أسفل، لكن هذا الشيء قد يكون محسوسا كنزول المطر من السماء، وقد يكون غير محسوس كنزول أمر الله جل وعلا، أمره الكوني الذي به يدبر شؤون الكائنات العلوية والسفلية جل جلاله. تفسير آخر قالوا أن الله جل وعلا
أنزل الماء الذي يكون به النبات الذي تعيش عليه الأنعام. فالذي أنزل من السماء ليس الأنعام، إنما أنزل سبب حياتها وهو الماء الذي يتكون به النبات الذي تعيش عليه الحيوانات. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفسير آخر يقول إن الله جل وعلا أنزلها من أصلاب الآباء، من أصلاب الذكور إلى أرحام الإناث، ومن أرحام الإناث إلى الأرض. فهذا إنزال، والله جل وعلا لم يقل أنزل الأنعام من السماء كما قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لما قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فهذا الإنزال يحتمل أن يكون كما قال رحمه الله إنزال من أصلاب الذكور إلى أرحام الإناث، ومن أرحام الإناث إلى ظهر الأرض. وهذا المعنى أكده ابن القيم رحمه الله عندما قال مؤكدا على المعنى الذي ذكره شيخه رحمه الله، فقال لم يقل الله سبحانه أنزلنا الحديد من السماء، ولا قال أنزلكم من الأنعام ثمانية أزواج من السماء. فقوله معلوم أن الحديد والأنعام لم ينزل من السماء إلى الأرض، لا يخرج لفظ النزول عن حقيقتها، إن عدم النزول من مكان معين لا يستلزم عدمه مطلقا. ثم قال والحديد إنما يكون في المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض، وقد قيل إن كل ما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. وأما قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فإن الأنعام تخلق بالتوالب، المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال أنزل أو لم ينزل. ثم إن الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض، ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها، تعلو فحولها إناثها بالوطئ، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فالله جل وعلا أخبرنا عن هذه الأطوار بالتفصيل في سورة المؤمنون، ذكرها بإجمال في سورة نوح، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، وذكر هنا بإجمال في سورة الزمر، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. اللهم ارزقنا حسن تدبر كتابك يا رب العالمين، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.